أن والدة معتقل الرأي الذي حكم عليه بسنة ونصف شاعر الشعبي شاعر الحراك محمود شكرابي المجاهدة وزوجة واحد من القادة المشهورين حتى أثناء الثورة التحريرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا إخواني الكرام. أنا الكنيز يمس محمود شكرابي. استغفر الله يا ربي. وينو مولاها سي حمود راح وخلاها ولدي راح يا عباد خلاني وسكن البعاد راح يا عباد خلاني وسكن البعاد داتو الطيارة في السماء والهواء اربطها غدارة دولة الحقارة ولدي دولة الحقارة ولدي ربي سيدي واش عملت انا ووليدي ربيتو بيدي ودتو دولة الحقارة ولدي